اليوم باش نحكي لكم على تجاوزات خطيرة أدت إلى تفشي الجريمة، أدت إلى تفشي البطالة. يا سادة يا مادة يا توانسة، هنالك بعض البنوك التونسية ترى أن المناطق الداخلية هي مناطق سوداء لا يجب الاستثمار فيها. تونس تقسم إلى جنات تنتصب فيها البنوك ومناطق أخرى ممنوع الاقتراب فيها. باش نسمعكم تسجيل صوتي صادم من مسؤولة بنكية تونسية تتحدث على المناطق الداخلية وتراها فضاء لا يصلح لا للاستثمار ولا للانتصاب وبكل تهكم. اسمعوا معايا التسجيل وما تتصدموش يا توانسة، وأرجو أن النيابة العمومية تتحرك لأن الكلام خطير، وأيضا من يستمعون لهذا التسجيل ما نتهوروش، ناخذوا الأمور بجدية، وهنالك مسؤولين جادين في الدولة ولن تمر هذه التصريحات بمرور الكرام كما نقولوا. أنا نحب نفهم منك راو على خاطر أنتم عندكم لا كيلتور دي كولور هذه في البنوك، اش معناها بوزيز والبسرين وقفصة في الزون روج؟ فهم هالي معناها إيجاري. معه إيش أقول؟ معه إما الفلوس يفقص عين، صارت لنا عينا أنا فينانسي مثلا عن بروجي متاعك أنت وأنا با فينانسي البروجي متاع الوزان. إذا ما يخليكش تخدم ويكس معناها صارت لنا كي يكسروا الماتريال وكي يعملوا البراكاجات وسكروا الثنية وخليت وجليت ودنيا كلهم الفلوس كلها مشيت في الماء. دونك حطيناها في زون روج على خاطر هما اونتخو ايزو ان بروبليم. مدام اسكو تو بو منديكي ان سول كا اللي صارت فيه الحالة اللي تحكي فيها انه انسان عمل له انفستيسمون واحد اخر جا كسر له الماتريال؟ انا ما نتبع في الاحداث، عمري ما سمعت به. والله تنقول لك نرجع توا في مخي توا ما عندي حتى حد. جو بونس كو سيتي اون ديسيزيون بوليتيك، ماهياش حاجه نتاع خاطر ثماش اكبر مشاريع قاعده تقوم توا في منطقه بوزيد في شو اسمه، كل سوا في الانرجي سولير، كل سوا في الاجريكلتور، في رجاب وفي الهشريه وفي الطويله وفي كلام هذا مش معقول. بانك تقرر انها تستثمر هنا وما تستثمرش هنا، قاعدين تسمعوا في مصيبه في البلاد، قاعدين تحلوا في طريق للارهاب. يا ودي وسع بالك يا ودي، مدام يهديك ربي راني انسان منطقي، الكلام اللي تقول فيه سي تري غراف، سي تري 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 غراف. كيفاش الدولة، اسمحني الدولة اللي هي نو مدام اسمعني كوتي مواسي، انا وانت وكل الشعب التونسي اتفقنا اللي هذه مناطق ظل ويلزمنا نخدموا فيها بور ليميتي الكريم، بور ليميتي للتيروريزم، بور فار ايفولي معناها النيفو دو في نتاع العباد هذا. وتجي انت كبنكاجية تقول لي احنا راهو عندنا هذوما زون روج، معناها انت وليت نوع من انفراط، يعني تلوج كان في الربح، تلوج كان معناها شاسور دو بري. انا بنك نلوج كان في الربح، بروجي فيه الخسارة ولا نشم فيه اللي انا باش نخسر ما نمشي ما ندخلش فيه. علاش وقت اللي خسرت البنوك؟ علاش وقت اللي خسرت البنوك احنا عوضنا لها من جيوبنا، واكثر ناس عوضوا هما ولاية بوزيد، لأن أكبر ولاية تدفع في الفينيات وتدفع في لي زامبو هي بوزيد. هذا حسب لانستيتي ناسيونال دي سامحني أستاذ، أنت بوزيدي؟ أنا قفصي ساكن في بوزيد. وما عنديش ليستري ريجوناليست كروا موا، معناها أنا بوزيد يمكن قعدت فيها 12 سنة في حياتي كاملة، والباقي كلها ليترونجي ولا في العصر. هالسبري هذا ما عنديش، مي أنا نحب نفهم هل القنبلة هذه اللي فجرتها قدامي أنت أنه ثم ولايات ممنوعة من الاستثمار، على عكس دعايات الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الدولة ومناطق الظل. يا طي يجوا عليكم هذوما ياكلوكم ماكلة حيث أنتم، تو يجيوكم في السياج نتاعكم وياكلوكم ثم ويمشيوكم مشاريعكم في الولايات الكل.
نو نو مدام اسمح لي، سي جراف اللي قاعده تقول فيه هذا، سي تري تري جراف. قلت لك ليك انت على خاطرك انت ماكش براني على تيتر بيرسونيل. نو نو انا ما عنديش سر تجاه تونس، ما عنديش سر تجاه تونس والناس اللي قاعده. انا جو سوي تونو، انا لا سامحني، انا جو سوي تونو باغ لو سكري بروفيسيونيل، ما عنديش علاش. ما عندهم السكري بروفيسيونيل البنوك، سامحني مدام ما تحكيليش حكايه غايبه. البنوك ما عندهاش سكري بروفيسيونيل، البنوك وكل ما هو في تونس راهو اكسبوزي على كونيسونس دي بوبل. باش يجي ولايه اتي اكزامبت من الاستثمارات وهما قاعدين يدجلوا علينا، هات تقوم عليها ثوره الكلام هذا. اون فا اون فا فيريفي افيك لي معناها لي جون اللي هما اللي هي ديريكتومون سيت افير، مي سي غراف اللي قاعد تقول بالطريقه هذه. ما نجمش نحكي معاك بزنس مشروع ولا مشروع. مانيش انا، هي وديتي انا عارف، انا عارف انت انت انا بي دي جي دو بانك ولا وزيره الماليه، انا ولا انا نحكي معاك انت ك البرلمان وكل نحكي معاك انت ك عالمي وبرا. سامحني انا نحكي معاك كانسانه مسؤوله في بنك وتفهم شنو اللي صاير. معناها تي اطرب انا قلت لك انا انا في سيكا انفيست 6 ولا 7 بروجيات من جهات هذوكم ما نمشيش فيهم. تسجيل صوتي صادم، تسجيل صوتي يطرح 1000 سؤال على سياسة بعض البنوك في تونس تجاه المناطق الداخلية. سي بدر الدين، وانت جبت لنا التسجيل. نعم. انا والحاضرين مصدومين، هل بهذه الطريقة تدار الأمور؟ وأكثر. على كل، أنا مش شارككمش الصدمة لأني تصدمت قبل، ولانه التسجيل هذا هو مجرد دليل ياكد كلام قلناه قبل. وانا سبق في البلاتو هذا تحدثت عليه التسجيل وقلت راهو ان شاء الله نتحصل عليه توجيبه لكم، وهو تحصلت عليه. في الحقيقه عندنا العديد من المؤشرات اللي يتاكد اللي سياسه الدوله على امتداد سنوات، نجم نقول لك منذ الاستقلال الان، رغم ما قدمته الجهات الداخليه من فضل على هذه البلاد، شاركت في معركة التحرير الأولى وقدمت الشهداء والمقاومين، وشاركت في ثورة 17 ديسمبر وهداتها لتونس، هداتها لمن يحكم بعد 2010 إلى اليوم، ولا زالوا ينتظرون. أنا نسأل سؤال للسيدة وزيرة المالية أو السيد رئيس الحكومة أو السيد رئيس الجمهورية، بالأرقام أعطونا استثمارات الدولة في الجهات الداخلية. وهذا علاش في 2014 صار حديث على التمييز الإيجابي رغم أنه الشعار رفع باطلا. ونتحدث اليوم في علاقة بالشركات الأهلية أن الأموال ستذهب للمعتمديات الأكثر فقر، ثم إقرار بوجود حي في داخل تونس، رغم أن الحي هذا متفاوت من جهة إلى أخرى، وحتى في داخل الجهة نجد حي من معتمدية إلى أخرى، وثم تمييز عنده أسبابه العشائرية وعنده أسباب الجغرافية والسياسية إلى غير ذلك. ثم بعد تعاقبت لهم فترة فترات كانت معارضة في فترة بن علي، فترة بورقيبة، وما صار فيها حتى تنمية، وإلى اليوم هذا التمييز يستمر. لقائل أن يقول إذا كان عندنا بنوك عمومية، خلينا نتحدث عن البنوك العمومية ما نحكيش عن البنوك الخاصة، يفترض أن الهدف التنموي يشمل كافة أنحاء الجمهورية. أعطونا بالأرقام عدد المشاريع الممولة من قبل هذه البنوك في هذه الجهات. أنا لو نعدد لك في جهة سيدي بوزيد فقط قديش عندنا مشروع معطل، رغم أنه راهو ثم بداية تمويل من الدولة، ولكن بعد يخليها بنية خاربة والمشروع ما يكتملش. نعطي أمثلة. مشروع اسمنت المزونة إلى حد الآن يروح مكانه، تعطيلات شيء بنوك شيء ستاج إلى غير ذلك. ولليوم انا شخصيا نتابع فيه مع صاحب المشروع ونحاول ان نحلحلوه الى حد ما، ونبعث الحلم ويتحقق الحلم اللي بعض شبابنا يشوف فيه مجرد وهم وما عادش عنده ثقه في الطبقه السياسيه وفي كل ما يرفع من شعارات. في يوم من الايام وانا نعمل في جوله داخل الدائره الانتخابيه في فتره 2019 2020 2021، نلقى بنايه غير مكتملة، سألت عليها شنو هي؟ هذه في منطقة السودان. قالوا لي هذا مصنع للأدوية. صاحب المصنع وبتمويل
من احدى المؤسسات وصل لمستوى من 2 الى 3 مليارات في البنايه، ويتعطل المشروع. دخلوا عاد اللوبيات الادويه ما يساعدهمش انه مصنع يتوجد في هذه الجهات، رغم انه عنده طاقه تشغيليه على الاقل 90 فارماسيان باش يخدم غادي، وعنده عقود مع دول اجنبيه على اساس الادويه في اغلبها باش يلقى تصدير، ويعرقل هذا المشروع والبنايه شاهده الى حد الان هوني قائمه الذات وحابسه حابسه. نزيدك معمل الاجر منزل بوزيان لاحد الخواص كيف تصرف فيه من 4 الى 5 مليارات من الاموال العموميه اموال الدوله وما يقعش استكماله، مش فلوس ضاعت هذيك؟ ما نحكيش على حلم شبابنا المعطل على العمل اللي فجر ثور 17 ديسمبر في المكناسي ومنزل بوزيان والرقاب والتيك الربوع وغيرها كثير. هذا التسجيل يعطيك عقلية الموظف في هذه المؤسسات اللي يفترض أنها مؤسسات مالية عمومية تستهدف تحقيق التنمية لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء. تتكلم، وهنا أستعير كلمة الكازي من الإعلامي اللي ذكرها من منذ أيام وتوقف عليها وتحمس وليتي، تتكلم السيدة هذه وتتحدث على أنه المنطقة دي زون روج ما نستثمرش فيها. لو كانت جد الدنيا دنيا هذه تتحاسب من وقتها، والتسجيل عنده 5 أو 6 سنوات، علاش ما تحاسبتش؟ وأدعو النيابة العمومية أن تفتح تحقيق وتحاسب شبه الموظفة هذه اللي تستعرض في عضلاتها لو خذيت رشوة ونتحمل مسؤولية في الكلام هذا. وكل لو يسمعوا فيه الباعثين الشبان واللي تقدموا مشاريع ولآلاف المشاريع معطلة لحد الآن، الماء يدفعش ما يتعداش للمشروع بتاعه في علاقة بالبنوك العمومية نتحدث، الكل ياخذوا في الباي نتاعه. خطير الكلام. لكن وهو حقيقة ومسؤولية الدولة يعرفوه، هذه حقيقة. الماء يدفعش الملف نتاعو يحبس. وهام المستمعين يسمعوا، قداش من شاب تقدم بملف يقطعوا له رجليه، امشي ويجي جيب الورقه هز الورقه جيب الورقه ويضيعوا له اوراق، لا هذه فات على العام زيد من جديد، شيء من الاداره العموميه وشيء من المؤسسه البنكيه الى غير ذلك. للاسف الازمه اللي نعيشوها اليوم اطراف عديده متدخله، هاو جانب اداري سيدي، هاو مشروع دراسة جدوى إنشاء مصنع أسمدة ومخصباته ومبيدات زراعية قيمته 10 مليارات، الممول حاضر والدراسة حاضرة، يتبعث للجهة إلى حد الآن لتخصيص عقارة تخصيص قطعة أرض بالشغل قرابة 100 خدام، إضافة أنه باش يوفر لك الأسمدة وموادها الأولية موجودة هنا، ويحررنا من البضاعة التركية المضروبة في علاقة بالأدوية والأدوية والأسمدة. ما حبوش يرخصوا، مش ما حبوه، تخصيص قطعة أرض ما طالبين، ما همش طالبين أكثر من هيك. إلى حد الآن ولاية سيدي بوزيد ما تجاوبش على الملف هذا، عنده أكثر من 3 شهور. لمصلحة الوالي معناه. نعم. تحكي على الوالي أنت. أنا نحكي على ولاية سيدي بوزيد، مؤسسة الولاية مشاتها، مشات لها الدراسة هذه وطلب تخصيص قطعة أرض. وإلى حد الآن ما ثماش إجابة. هذا كي ينجم ينقذ 100 عائلة وينقذ آلاف الفلاحين وينقذ الاقتصاد الوطني اللي قاعدين ناخذه نحن في المبيدات وفي الأدوية بالدوفيز. باهي، اليوم كارثة كبيرة لما البنوك ترفع شعار ممنوع الاستثمار في المناطق الداخلية. زعما شكون يتحمل المسؤولية؟ هل هو رئيس الجمهورية؟ وزيرة المالية؟ أم من يشتغلون في البنوك ويرمون المسؤولية وراء ظهورهم؟ علاش اليوم عندنا بعض المديرين نتاع البنوك للشهاري نتاعهم توصل حد المليار وأكثر في العام وما يتحملوش المسؤولية يا معز؟ يبدو لنا أن النظام البنكي في تونس نظام هو الذي يحكم الدولة طيلة عقود طويلة. الآن ربما في الفترة الأخيرة 6 أشهر الأخيرة من فترة حكم قيس سعيد رئيس الجمهورية تحرك في سياسات الدولة ضد أرباب البنوك، ونقول حين نقول أرباب البنوك في نظرنا نحن البنوك العمومية الكبرى تخضع لسيطرة مطلقة من أرباب البنوك الخاص،
السياسات المالية للدولة من يختارها؟ من الذي يحدد نسبة الفائدة المديرية؟ بمعنى آخر، من الذي يحدد نسبة الربا الفاحش، الربا البنكي الفاحش الذي لا نسميه ربا، نسميه نسبة فائدة؟ يعني البنوك متاع الميكرو كريدي، أي القروض الصغرى التي توجه إلى الفقراء في الأحياء الشعبية ما بين 10 ملايين إلى 40 مليون وصلت نسبة الفائدة 35%. في المقابل ما الذي قدمته البنوك التونسية للاقتصاد التونسي؟ ها وين يحطوا الفلوس متاعها؟ في مشاريع كبرى لكبار رجال الأعمال من الأثرياء، لأنه كما قال سي بدر الدين وأنا أضم صوتي إليه، لأنه ضامن العمولة متاعه. ولأكد لك الكلام هذا يجب على الفرق المختصة في الاقتصادية، يجب والنيابة العمومية أن تفتح ملف حول سؤال مهم جدا لكل المديرين المركزيين الذين شغلوا خطة مدراء في هذه البنوك، أن نسألهم من أين لك هذا؟ لأنه حتى بالمدخول التحدث عليه أنت، حتى للرؤساء المديري العامين، أنا نعرف بعض مديري البنوك من الطبقة المتوسطة أصبحوا من كبار الأثرياء بفضل هذه العمولات التي لم يسألوا عنها يوما. بمعنى آخر محمد، يجب أن تعود البنوك إلى سيطرة الدولة، إلى هيمنة وزارة المالية، ووزارة المالية يجب أن تخضع هذه البنوك للرقابة. ويجب أن نفهم ما الذي نريده في المجتمع التونسي، ما هو النظام الاقتصادي. نحن ما زلنا نعيش في نظام ليبرالي منفلت، ماهوش نظام ليبرالي بالمعنى الخالص، منفلت عن القانون. هؤلاء فوق القانون محمد زبقلوه، ولليوم ما تحاسبوش هذوما، حاسبوا البعض منهم. هنا باش نركزوا في النقطة هذه، البنوك بصفة عامة العمومية والخاصة لماذا تمتنع على تمويل مشاريع في المناطق الداخلية وتعتبرها مناطق حمراء ما يمشيوا ليش؟ تفضل سي وسام. أنا في الحقيقة لم أصدم يعني بما سمعت، وشيء لم يفاجئني بحكم أني فهمني منذ سنوات تقريبا 4 أو 5 سنوات صرحت بهذا في عدة منابر إعلامية. بالنسبة لي يعني هذه السيدة يعني أخشى ما أخشى أن تذهب كبش فداء، يقولوا كبش فداء شو؟ كبش فداء المنظومة، لأنه ما تفضلت به نجم زادة نحطوه في خانة كشف الحقائق، لأنه المنظومة البنكية والمالية في تونس تتعاطى بمثل هذه العقلية. قلنا هذا سابقا، ما معنى تصنف لك مناطق معينة ومجالات معينة ذات مخاطر عالية، مخاطر عالية زي الزون روج، هذه زون روج يعني ما تعطيش قروض، بحكم أنه فهمني قلنا راهو فهمني البنوك راهي تمثل امتدادات جهات أجنبية، نظام مالي عالمي يقوم على الربح ولا شيء غير الربح. التجارة ربح وخسارة، البنك يدخل في الربح خارج من الخسارة. يعني هذا أسامة خليني ندخل بك في عمق الموضوع. مرحبا. إذا كان أنت تعتبر سيدي بوزيد زون روج، سيدي بوزيد يا أخويا الباهي توكل في تونس، يتوكل في تونس والخضروات من سيدي بوزيد والقفصة، وإذا كان تعتبر القصرين معناتها زون روج، القصرين اليوم الزيتون والتفاح والخيرات السبعة من القصرين، وإن كنت تعتبر قفصة زون روج، قفصة تجيب لك الفوسفات وتجيب لك الزراعات الكبرى وتجيب لك الزيتون وتجيب لك الخضروات، وإذا كنا نعتبرك بلي زون روج تعطيك دقلة النور وتعطيك البترول وتعطيك الخيرات السبعة، زعمة أشكون في الروج؟ البنوك وإلا الولايات المذكورة؟ الدولة التونسية اللي هي في الروج، المواطن البسيط هو في الروج، المواطن اللي في قفصة وسيدي بوزيد والمناطق هذه اللي يوصفوها بالنائية ومناطق الظل وما إلى ذلك هم اللي في الروج. بالنسبة للأخرين في الروج، هذا الروج نتاع الفلوس ب20 وأخضر ب50 وهلما جر ناس هذه تلم في الفلوس. أنا اللي يبعث على الغرابة والاستغراب بالنسبة لي شوريك الفساد والكذب والنفاق. نظام بورقيبة كان يعمل هذا ما يسوق له أنه سينظم البلاد وأنه المناطق النائية وهذا وكذا، واحد سيتم النهوض بها فما يتي والحاقة بركب الحذر،
جاء نظام بن علي فيما بعد نفس الامر ما نتقذلوا حيا ما نتقذلوا المجر. جاءت المنظومه العشريه السوداء فيما يقولوا القطعيه كيف كيف تواصل نفس الامر. لليوم ما زلنا في نفس الامر، ما زالت نفس مناطق الظل، ما زالت فهمني نفس المناطق النائيه، ما زلنا مدارس بلاش ماء. لحظه لحظه، هذا شيء يحب يقول يعطيني نتيجه، نتيجه انه الدوله وخطابات الدوله طيله الفتره هذه تسوق للكذب، تسوق للكذب، لانه ميدانيا ما عندك شيء. انت الاستثمار مبني على القروض، باش نكونوا واضحين، مبني على راس المال البشري، وش عندك انت فهمتي كراس مال بشري وشهاد ولا غير ذلك، ومن بعد تجي تمويلات من عند البنوك. لا تمويلات من عند البنوك. انا كي نجي للعشريه السوداء هذه بالارقام، انه فهمني القروض الموجهه للقطاع معناتها القطاع الخاص من البنوك من جمله الناتج الوطني الخام قداش؟ تقريبا نسبه 60 ما توصلش 70% كحد اقصى، اللي هي فهمني في بلدان اخرى مجاوره تفوت 90% وتوصل 120%. يعني فهمني بالنسبه للامر هذا هو التمشي دوله. وكي نقولوا تمشي دوله شنو عندنا فهمني لهنا جديد؟ انه رئيس الجمهوريه من خارج المنظومه. فالنقطه المضيئه في الواقع الحالي هو رئيس الجمهوريه وتوجه رئيس الجمهوريه كيف سيحارب المنظومه، وهل انه سينجح في محاربه المنظومه واسقاطها، ام ان المنظومه ستستمر في سلاح عبد الغايب. اليوم الشهاده اللي كنت تسمع فيها بنوك تعتبر الولايات الداخليه مناطق حمراء او تقسيم تونس الى مناطق يقع فيها الاستثمار واخرى منسيه. هما شوف حسب رايي المشكل وين. انا فما مره مشيت لدبي وفتحت مكتب على اساس شركه، من غدوه اتصلت بيا بنك قال لي تحب شي قرض؟ قلت له عاود كلمني بعد نهارين. عاود كلمني ثلاثه مرات، المره الرابعه قال لي هاني جايك تو. علاش السيد هذا يعمل هكا؟ على خاطر اذا كان ما يمولش مشاريع ما يحققش ارباح. احنا هنا العكس، الارباح مكدس عليهم ينهبوا فينا برا. امشي شوف لي زاجيو لي سيرفيس اللي يعطيو فيهم، شوف الفلوس، شوف الشيكات. وعلاش حالين حرب كبيره على موضوع الشيكات هذيك سامحني في الكلمه. دونك علاش عاملين حرب؟ دونك هما هنا قراصنة قاعدين يبتزوا في المواطن المستثمر الصغير ويعطيو في الفلوس للحيتان كما قال سي بدر الدين ومعز. دونك هنا اللي يلزمه يكون اصلاح، وقتها تيولي مش يلوج على المشاريع في سيدي بوزيد، يلوجهم في ما نعرفش وين. داكوردو؟ دونك هنا يلزم محاسبه وما نمسحوا لهم من هالابتزاز هذايا. تصور انت خذ اكزامبل كورونا، مش خرج فيها امر، مانيش موظف انا، اما نعرف عندي مرتي موظفه ونعرف لم تحترمه البنوك ومش عطلوا ولم تعمل به البنوك، ولم تعمل به. شو معناها هذا؟ شكون اللي نجم معناها وقتها؟ كيفاش انت تتاجل لي معناها ديون هذه ومعناها وتقول لي راهم هم معفيين معناها من 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 من, من الربا نتاعهم؟ فهمتني؟ تجيني بعتالي تزيد عليا. دونك هذوما هما الاشكال هنا، معناها لا هي لا بوزيد لا حد شيء. المنظومه الماليه هي اكبر مشكل في تونس، وانا هنا بالحق يلزم السيد الرئيس يركز عليها. ما كانش راهم ماهو باش يتحل حتى مشكل، وهالاستقلاليه هذه حكايه فارغه. وهني نعطيك اكزامبل انا شخصي عايشه، انا تعاملت مع جميع البنوك، وفما عديد البنوك اللي ما قفلتش فيها الحساب نتاعي. انا تو عندما تدخل منظومه البنك المركزي تلقاني مسال من اربعه ولا خمسه بنوك، منهم بنك عندي 30 سنه ما نخدمش معاه. برا امشي تلقاه يسني 15 مليون. مش ينهبك هو. بالضبط، بعثت للسيد، خلينا نعطيك النقطة هذه، بعثت للسيد محافظ البنك المركزي. قلت له أنت تو حاطط منظومة عبارة على ثلب هذاك، تشوه لي في سمعتي. حاطط منظومة تقول اللي أنا مسال. كلاسيك، عمل كلاسيك بيان سور. أنا مدان لهالبنك لهالبنك وهالبنك. فرجاء بعثت له كتابين وعندي الديشارج. فرجاء تقولوا لهم الناس هذوما يعطيوكم ما يفيد انهم يسالوني، اذا ما ثماش ما يفيد انهم يسالوني تفسخ من المنظومه. قال لي ليه؟ احنا هذايا المساعد ومدير عام نتاع الصرف ولا شكونو.
قال لا احنا راه ما نمسوهاش هذيك ودي حاطها في دارك انت شو ما تمسهاش انت حاط لي بروجيكسيون على السيتياسيون تاعي وتقول لي ما نمسهاش قالوا لك شي هما يسالوني بالحق ولا لا شنو معناتها انت تسني 200 دينار نلقاهم 18 مليون مرتين نبعث لهم من بعد شو اللي يقول لك برا امشي اشكي في المحكمه اه باش تزيد تستنزفني ونخسر الفلوس ومحامي باش نمشي نشكي في المحكمه وتطول لي الحكايه هذية وينجم يتيح محامي طماع والاخر طماع ويعفسوني ما بيناتهم